مساحتنا الأخيرة رشا رح تكون مع الجمعيات والنشاطات الثقافية يلي بتكون، وتحديدا مع مؤسسة مبدعون من أجل وطن، لنسلط الضوء على آخر النشاطات يلي عم بتقوم فيها، وخصوصا اليوم في عندهم نشاط رح يكون بمركز ثقافي بالعدوي. لنحكي أكثر عن هاي التفاصيل. بسعدنا نرحب بالدكتور بهجة عكروج رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبدعون من أجل وطن. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. يسعد صباح ويعطيكم الف عافيه. مثل ما قلنا اليوم ما حنبلش من اليوم، احنا اولاد اليوم، خلينا نحكي عن اليوم عن الفعاليه اللي حتقام، المحاضره واللي هي اكيد تحت رعايه وزاره الثقافه. اليوم شو اهم المفاصل اللي حتحكوا ضمن المحاضره عليها، وحملت طبعا عنوان الشباب والمخدرات الى اين؟ خلينا نحكي عنها بشكل مفصل وعن اهدافها. صديقتي يعني طبعا مؤسسة مبدعون من ضمن نشاطاتها في عندها نشاط علمي وثقافي وفني. من النشاط العلمي المهم جدا اللي هو تسليط الضوء على بعض المعطيات الموجودة في المجتمع مجتمعيا. وللأسف كلياتنا عم نعاني وعم نشوف صرنا بهي الفترة انه في امتداد لظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب. صرنا نسمع عنها، كنا قبل يعني نسمع عنها بخجل، اليوم لا، عم نحكي عنها وعم نسمع عنها للأسف بطريقة بسيطة جدا، انه المخدرات موجودة في ناس بين الشباب بين المدارس بالجامعات، وقد ما حاولنا نتخبى وراء اصبعنا هذا الحكي للأسف موجود. طبعا هو ليس من تراث مجتمعنا ولا هو من طبيعة مجتمعنا، وانما هو شيء دخيل، هو شيء من الحرب الموجودة على الشباب السوري، وهذا الشيء نحن اللي حبينا ان احنا نوضحه. طبعا ما راح نروح لنقول انه شو هي اعراض الاصابه بالادمان والى اخره، هي حدا بيقدر يقراها، لكن نسلط الضوء قانونيا واجتماعيا وعلميا انه هاي الظاهره ليش موجوده وكيف ممكن نحن نحد من وجودها، طالما نحن نمتلك شيء كمؤسسة، نمتلك خبرات وعقول ومتحدثين يتحدثوا عن المشاكل. لذلك هذا العمل هو الأساس اليوم، ونحن حيكون في سلسلة علمية للتواصل مع مراكز ثقافية في التعاون مع وزارة الثقافة أيضا مشكورة، أنه نحن مع وزارة التربية أنه نأمن بعض الحالة التوعوية قدر الإمكان. يعني كل واحد، الإعلام السوري أكيد عم يقوم بواجبه، المدارس عم تقوم بواجبها، التربية الثقافة، ونحن كمؤسسات مثل ما تفضلت ست نيرمين أنه نحن كمؤسسات لازم يكون كمان لنا دورنا المجتمعي في الحالة التوعوية لهذه الحالات. أكيد دكتور، خلينا نحكي أكثر عن المحاضرين اللي رح يكونوا اليوم بهي الورشة، وأكيد بتسعوا لما يكون في تحضير لورشة مخرجات تكون، أو يعني بعد هي الورشة شو رح يكون بما يخص، نحن عم نحكي موضوع المخدرات، يا ترى رح ننتقل نحن من المركز الثقافي لنروح على أماكن تانية لنوعي فيها، خلينا نضوي أكثر على هي النقاط. فيما يتعلق بالمحاضرين، إن اليوم حتكون هي عبارة عن ندوة حوارية وتفاعلية. نحن كمؤسسة أخذين المنحة التفاعلي أكثر من المباشر، يعني دائما نعمل حالة من التواصل ما بين والتشاركية ما بين الجمهور وما بين المحاضر أو اللي بده يقدم. طبعا حيقدموا الندوة احنا اثنين، أنا كطبيب حأدخل بالناحية العلمية والطبية، وفي عندنا الدكتور عمار اليوسف اللي هو رئيس اللجنة القانونية في المؤسسة، وهو دكتوراه في القانون ورئيس الوكالة السورية القانونية، فعنده خبرة واسعة جدا في مجال التعاطي القانوني والاقتصادي، يعني المخرجات الاقتصادية لهذه الأزمة، كيف يمكن أن تكون أزمة المخدرات طبعا عم نحكي نحن وتأثيرها على المجتمع، فحتكون محصورة بيني وبين الدكتور عمار في النقاش في الناحية العلمية والاجتماعية والقانونية الاقتصادية وتأثير الاقتصاد، اقتصاد المخدرات، يعني قديش عم يتعب الشاب وعم يضعف، قديش عم يأثر على اقتصاد السوق وعلى اقتصاد المجتمع. هذا تقريبا حتكون
فيما بعد مثل ما تفضلتي لابد انه هذه المخرجات ان تكون على حيز الـ يعني اكيد اللي ما رح اللي جاي على لا يحضر ما هو من الناس اللي مصابين بالادمان، وانما هن عباره عن نخب سوريه موجوده. هذه النخب يجب ان نصل مع بعضنا البعض الى فكره معينه، وبالتالي هذه الفكره يجب ان نوصلها الى الاخرين المعنيين المباشرين. كيف هذا الحكي؟ هذا ممكن يكون عن طريق مع وزارة التربية من خلال اتفاقية مع وزارة الثقافة في نشر هذه الحالة، القرب أكثر من الشاب السوري مع الاتحاد الوطني طلبة سوريا، وهذا يعني شيء مهم جدا نحن التواصلات اللي ممكن تكون حتى نصل إلى ما نصبوا إليه من إيصال الفكرة الحقيقية للشباب السوري أن يدري تماما أن يعي تماما ما معنى أن يدخل في هذه الحالة، حالة الإدمان على المخدرات التي يدخلها أساسا على أساس أنه هي تسلية أو هي تجربة أو هي عبارة عن حالة بتطلعوا بالسعادة أو بتوصلوا إلى حالة الرجولة إلى آخره. هذا ما يروج له مروجي المخدرات، بيروجوا للشاب السوري أنك أنت لما بتكون عم تشرب أنت عم تكون عم تحس برجولتك، بحضورك، بقوتك، بإمكانياتك، وبالتالي بتحس بالسعادة، بتنسى الدنيا. فللأسف بعض المعطيات، بعض النفوس الضعيفة إذا ما كان في تربية صح عم تاخذ الشاب بهذا الاتجاه، وبالتالي عم تدخله ضمن متاهة الإدمان وخسارة نفسه وخسارة المجتمع، لأنه هو بالأساس هو لبنة المجتمع. هيكون في أشخاص يعني مرقوا بهي التجربة موجودين بقلب المحاضرة ليحكوا عن تجربتهم؟ للأسف أستاذ الغالي بتعرفي أن هذا الموضوع عندنا ثقافة الثقة غير موجودة بمجتمعنا. يعني تواصلت مع أكثر من حدا على أساس يكون، وأنا بعرفهم بحكمي كطبيب، يعني أنه في عندي بعض المعلومات عن بعض الأشخاص، للأسف أنه بيرفض تماماً أنه يظهر، بيعتبره عيب. وهي نقطة من النقاط المهمة اللي بنحكيها بالندوة، أنه الإصابة بالإدمان هو ليس مرض، يعني ما نو حالة معيبة، عفواً ما نو حالة معيبة، هو حالة مرضية ممكن أن تعالج. يعني أنا ممكن أني اتورطت بالإدمان بدون ما أدري، ممكن أنا عم أخذ أدوية معينة أنا ما نعرف أنه هاي الأدوية ممكن تعمل إدمان باستخدامها التام وبالتالي تحوله إلى مدمن. يعني هو مريض عادي ممكن يعالج، لكن للأسف ثقافة المجتمع عندنا لسه لا تزال ضعيفة شوي في أنه المصاب بالإدمان يطلع ويصرح عن نفسه ويقول أنا تورطت في هاي الحالة وأنا عم حاول أتعالج، لأنه نظرة المجتمع أنه يا مدمن دغري نبلش نحن نتعامل معه تعامل المقرف وبالتالي والتنمر عليه، وهذا للأسف موجود عم يعيق بعض الأحيان مثل ما تفضلتي أنه يكون في ناس من هاي الحالة يكونوا موجودين. بس كتير مهمة هاي النقطة طبعاً. أن يكون شخص يحكي تجربته كيف كانت الفترة العلاجية وكيف اليوم هو قبل وبعد الفترة اللي مرقت عليه. خلينا نذكر بموعد المحاضرة أيمات وأينو ساعة عشان كل طبعاً اليوم الساعة 5 مساء في المركز الثقافي العربي بالعدوي حتكون إن شاء الله إطلاقة الندوة، وأتوقع إن شاء الله حيكون في نخب مهمة جدا موجودة في الندوة من الشخصيات السورية الاجتماعية والسياسية وأعضاء مجلس الشعب، ولعل وعسى نضيء على هذه الحالة وأن تكون عبارة عن خطة عمل لكل الجهات الأخرى، أنه نحن يا جماعة ما لازم نخجل، ما لازم نستحي، ما لازم نقول ما بصير نحكي فيها لأنه نحن هيك عم نروجها. لا، هذا الموضوع موجود صار بين إيدينا، موجود في أرض على الأرض بمجتمعنا بين شبابنا، ونحن كنخب مثقفة إذا بدنا نعتبر حالنا نخب مثقفة أنه يجب أن نأخذ دورنا الحقيقي كمؤسسات أهلية، كدولة، كإعلام، في أنه أن نوجه الرؤية مباشرة على هذه المشكلة الموجودة حاليا، ونقول للناس أنه خلينا نرفع زمور الخطر ونقول أنه هي الحالة موجودة ويجب أن نعمل سويا على نهاية فيه. أكيد اعتراف بوجود الحالة ومدى خطورتها ومدى اتساعها، وأيضا تقبل الأشخاص اللي عم بيعانوا من تعاطي المخدرات، هي يمكن أهم وأولى الخطوات اليوم لحتى نحن نقدر يعني نمشي خطوات جديدة وفعالة بهذا الموضوع. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا لليوم دكتور بهجت عكروش، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبدعون من أجل الوطن.
يا اهلا بكم، شكرا لكم، شكرا لاضاءتكم. شكرا دكتور لحضورك اليوم. نتمنى هدول المحاضرات تنعمل بشكل مفاجئ ضمن الجامعات، يعني تستبدا المحاضره بندوات يعني تفاجئ طلابك اليوم بدل ما يكونوا كثير حلو هذا الكلام. ايه مفروض يعني وبالمدارس حتى يعني طبعًا انه يكون طبعًا في يجب شيء أن تكون. يجب ان تكون. رسالة عبر محطتكم الكريمة وطبعا المصداقية العالية، انه هي الاقتراح انه حقيقة القائمين على المدارس وعلى الجامعات كثير مهم. شكرا دكتور وموفقين بكل نشاطاتكم وندواتكم. شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم.